بهدف تشجيع المبادرات الوطنية التي يقوم بها الفاعلون الاقتصاديون في دعم المسيرة التنموية في البلاد، قام يوم أمس وزير الإنتاج والري والمعدات الزراعية سيد قمر السليك برفقة رئيس المجموعة البرلمانية التابعة لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بزيارة تفقدية لمؤسسة شيري للإنتاج الدواجن بمنطقة مندلية، بهدف التعرف عن قرب عن القوى الإنتاجية لهذه المؤسسة الوطنية. في سياق الإعداد لملتقى فرنسا حول متطلبات تشاد التنموية بمشاركة رجال الأعمال التشاديين، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو التي قدمها رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين لدى لقائهم بمدينة أم جرس حول ضرورة الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية والزراعة، جاءت هذه الزيارة التفقدية التي قام بها وزير الإنتاج والري والمعدات الزراعية السيد قمر السليك برفقة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ ألي كلوتو تشايمي إلى مزرعة تشيري لإنتاج الدواجن التابعة لمجموعة وادي كوندي لصاحبها صالح أبكر والكائنة بمنطقة مندلية، حيث تفقد الوزير المحطات المختلفة التابعة لشركة الإنتاج الدواجن، وقال إنه تفاجأ حقيقة بهذا الإنتاج الكبير. طبعا المواقع اللي زرناها مواقع بصراحة أنا فوجئتها حديثة للغاية، والإنتاج جيد. أظن المجموعة الآن الموجودة مجموعة في بدايتها، الإنتاج هو تقريبا 1200 بلاتو لكل موقع، معناتها 2400 في اليوم للموقعين، إنتاج جيد، ولكن بالنسبة للطلب حتى بس لمدينة نجمينة ما حيكفي. فعلينا عايزين نكون الخطوة الجنباء إخواننا في مجموعة كوندي تكون نموذج لرجال الأعمال التانيين في تشاد. لازم دايرين يكونوا هم العربة اللي تجر القطر اللي بيخلي القطاع الخاص يندفع في العمل الاقتصادي في داخل بلدنا. إحنا الآن أقل من 20 يوم من الطاولة المستديرة في باريس للاقتصاد النشاط، وأقل من تقريبا شهر من الندوة المقدمة في دبي للاقتصاد في تشاد. فبالتأكيد المعلومات اللي جمعناها من الموقع والصور اللي ممكن تطلع من هذا الموقع فنستغلها لأبعد حد عشان نقدمها في التابل روند وفي الفورم هنا دبي. من جانبه رئيس مجموعة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ الـ MPS ألي كلوتو تشايمي قال إن هذا العمل هو عمل وطني ويستجيب لرغبات رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لدى لقائه برجال الأعمال في مدينة أم جرس. من جهته الطبيب البيطري للمزرعة قال إنهم يقومون باستمرار في المراقبة الصحية للدواجن، وطلب من الوزير بدعم مثل هذه المبادرات الوطنية. احنا شغالين بالجروبات، ما شغالين بالتيار الكهربائي، ما شغالين بالنار، فدي ذاتها هي زيادة تكلفة للإنتاج. انت عارف صرف الغازوال والزيوت والشهوم والحاجات الكثيرة، يمكن دي من أكبر المعوقات اللي واجهتنا اللي هي صعوبة التيار الكهربائي، لكن ما دون ذلك الحمد لله الأمور مستقرة ومستتبة. وزي ما قلت أنا أكرر ونوعد إنه نحن في وادي كوندي حنغطي كل الإنتاج المحلي، كل الاستهلاك المحلي، مجمينا ومجاورة، يعني هم نقول مجمينا بس لكن ندي مجاورة وسار وبشة وكلها نخطيها إن شاء الله لقدام. الوزير أكد وقوف الوزارة والحكومة في تطبيق سياسة رئيس الجمهورية الرامية إلى دعم رجال العمل التشاديين للمشاركة في التنمية المستدامة في تشاد. بهدف تنسيق وجهات النظر والعمل سويا لدعم العلاقات الاقتصادية والأمنية بين إقليمي البحيرة بحيرة تشاد وإقليم ديغا بديفا وإقليم ديفا بدولة النيجر، شارك الحاكمان آدم فورتي أمادو ونظيره النيجيري واندانو مهمن لواني في ختام أعمال اللقاء التفاكري بين أبناء الإقليمين. تقرير محمود موسى الفيل. في إطار التبادل التجاري والأمني القائم بين البلاد ودولة النيجر، جاء اللقاء التفاكري بين حاكم إقليم البحيرة آدم فورتي أحمدو مع نظيره حاكم إقليم دفاع بدولة النيجر، ويهدف هذا اللقاء إلى تقوية القطاع التجاري والأمني بالإقليمين لأجل تسهيل عملية التجارة ونقل البضائع واحترام النظم والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، بغية إيجاد حلول ناجعة للمشكلات التي تعيق عملية التجارة بين البلدين بغية تحقيق الأهداف المنشودة.
في كلمته الترحيبية بهذه المناسبة، عمدة بلدية دفاع بيري كاسوم أنكروا شكر الوفد التشادي على حضورهم في هذا اللقاء المثمر الذي يعتبر حلا لبعض الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها التجار التشاديين والنيجيريين، متمنيا من الله أن يديم الصحة والعافية بين البلدين الشقيقين التي تربطهما العديد من العلاقات في المجالات المختلفة. حاكم إقليم البحيرة آدم فورتي أحمدو قال إن تقوية العلاقات الأمنية والتجارية بين البلدين تعتبر ضمن أولويات السلطات العليا بالبلاد لجعل القطاع الاقتصادي والأمني في تقدم وازدهار، مما يتوجب على المسؤولين بكل المنطقتين تضافر الجهود لأجل استدباب الأمن والسلام للمواطنين لممارسة أنشطتهم المختلفة. حاكم إقليم دفاع داندانو مهمان لمالي قال في كلمته إن هذا اللقاء جاء في وقت مهم تحتاج إليه المنطقتين في تأمين المناطق لممارسة الأنشطة التجارية بين الدولتين، وأن هذا اللقاء سيتم فيه مناقشة ودراسة العديد من القضايا العالقة بالنظم التجارية. هذا وقد حضر اللقاء عددا من كوادر المنطقتين بالإضافة إلى المسؤولين العسكريين والتجار فضلا عن الفاعلين الاقتصاديين.